مرحبا شباب، قناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. بهذا الفيديو هنحكي عن مصطلح السيركمدكشن. مصطلح السيركمدكشن هو من مصطلحات الحركة المعقدة Complex Term of Movement. هاي الحركة حتجمع بين أكثر من حركة بطريقة حتخلي جزء السفلي مال التركيب المتحرك يتحرك بشكل دائري In Circular Pattern. فالسيركمدكشن حتجمع بين الفلكشن والابدكشن والاكستنجن والادكشن، كلهم سوى يصيرون للتركيب حتى يسوون هاي الحركة. وممكن تصير هاي الحركة بكل مفصل يقدر يسوي ذن الحركات الأربعة. مثلا عندنا الشولدر جوينت اللي هو مفصل الكتف يقدر يسوي ذن الحركات أربعتهم، أو الهيب جوينت اللي هو مفصل الورك. فخل نجي نطبق الكلام اللي قلنا على الهيب جوينت. هو باختصار حنسوي حركة دائرية للقدم، بس إذا ردنا نشرحها وفق الاناتوميكال تيرمز، فأول شي حنحرك الهيب جوينت ونسوي له فلكشن، فحتطلع رجلنا كل حلي قدام أو انتيريرلي. وراها نسوي له ابدكشن فنوديها لي برة أو نبعدها عن الميدلاين مال الجسم. وراها نسوي له اكستنجن فحنرجع الرجل لي ورا. وآخر شي نسوي له أدكشن فنرجع نقربها للرجل من الميدلاين مال الجسم. وهاي الحركة دا تصير سيكوينشالي، يعني بشكل متتالي وبشكل مرتب، ودا تصير كلها شي على شي بحيث تخلي القدم تفتر بشكل دائري. فمجموع ذن الحركات يسموها سيركمدكشن. فهذا كان فد شرح خفيف ومختصر مفيد عن معنى السيركمدكشن تيرم. وهاي نشوفكم بالفيديو الجاي، ومع السلامة.